بدك يمكن جاكيتين ثلاثة عشان تكون أمورك إيش بالسليم. ليه درجة الحرارة المسجلة اللي بنحكي عنها بالنشاط وبالتوقعات ممكن تفرق عن درجة الحرارة المحسوسة، يعني الحرارة اللي إحنا بنحس فيها؟ هذا الاختلاف برجع لعوامل كتيرة، بترجع لاختلاف طبيعة الإنسان وشعوره بالبرد وبالشوب. يعني مثلاً عندنا بهذا الوقت حدا لابس مسكم، بالمقابل عندنا حدا لابس جاكيت. درجة الحرارة المسجلة بتعتمد على عوامل كتيرة، منها الإشعاع الشمسي، التضاريس وارتفاع عن سطح البحر، توزيع المياه واليابسة، بالإضافة لحركة الرياح والكتل الهوائية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة المحسوسة يعني اللي إحنا بنحس فيها، فعندنا كمية أشعة الشمس اللي بنتعرض لها، نسبة الرطوبة، بالإضافة لسرعة الرياح، هاي كلها عوامل ممكن تفرق بالشعور اللي إحنا بنحس فيه. يعني المختصر إنه بالإضافة للعوامل الجوية إلا إنه طبيعة جسم الإنسان أكيد بيفرق بشو أنت ممكن تحس. يعني عندنا مثلا بكرة الأربعاء إن شاء الله الفجر متوقع أنها تكون درجة الحرارة 10، بس درجة الحرارة اللي يمكن نحس فيها متوقع أنها تكون 6 درجات. فإذا أنت ناوي تطلع على الفجريات بدك يمكن جاكيتين ثلاثة عشان تكون أمورك إيش بالسليم.